التجانس من ناحيه الكره الجميله، من ناحيه الاداء، من ناحيه الثلاث نقاط، من ناحيه المكسب. نتمنى ان فتره الراحه دي الاهلي يستفيد بيها بشكل كبير ان شاء الله. طيب يبدو ان كريم عايز يقول لنا حاجه، مراسلنا كريم احمد. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. عايز اقول ان يمكن حاله حزن واستياء كبيره جدا سواء من لعيبه النادي الاهلي او من الجهاز الفني، ولو بخص حاله الاستياء الكبيره من مستر باتريك كارتيرون اللي بانت عليه جدا في المؤتمر الصحفي. الراجل حتى يعني يمكن في نقطه حصلت، وانت كابتن سيد طبعا خبره كبيره كمدير كوره في النادي الاهلي، قريب المباراه الصحفيين بيسالوا عن التحكيم، قال لا محدش يسال عن التحكيم، يعني الامور دي بعيدا عن الجهاز الفني، لدرجه يمكن احنا ردينا قلنا لا الصحفي يسال والمدير الفني يعقب، سواء ان هو عايز يعقب اول على التحكيم او على الظلم التحكيمي اللي النهارده ذكره مستر باتريك كارتيرون في اكثر من مره في المحاضره. قال ان يا جماعه مش عايزين نركز على التحكيم، عايزين نركز على الهدف الاسمى بالنسبه لنا هو الثلاث نقاط، لكن النهارده النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح جدا 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 زي ما شفنا وتابعنا كلنا من خلال الاستوديو او من خلال المباراه. النهارده حتى يمكن عقب انتهاء المباراه كان يحصل بعض الحاجات البسيطه كده بين اللعيبه، لكن يمكن سريعا حاولوا الامن اللي متواجد، امن النادي الاهلي كالعاده حاول ان هو يفض الاشتباكات الخاصه باللعيبه، لان كان في توتر كبير جدا داخل الملعب وخارج الملعب. تاكد لك من جديد ان الظلم التحكيمي اللي اتعرض ليه للنادي الاهلي كل الجهاز الفني اتاكدوا ان الكوره مش اوفسايد، ضربه الجزاء كانت هنا ضربه جزاء. يمكن الناس تواصلت مع الكابتن محمد يوسف، تواصلت مع مستر باتريك على الامر ده بالذات، لكن زي ما بقول لك حاله الاستياء كبيره جدا عند الجهاز الفني وعند النادي الاهلي، بنتمنى ان هي ما تنعكسش عليهم. عندنا لسه مباريات كتيره كابتن سيد، لسه المشوار طويل، لكن النهارده النادي الاهلي اتظلم بلغه الكوره في المباراه، لكن هي دي كره القدم يا كابتن سيد، وبنتمنى ان شاء الله المباراه القادمه للنادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، وان شاء الله تكون نقاط المباراه القادمه من نصيبنا. لكن يعني النهارده فعلا فعلا النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي واضح جدا، وحاله الجمهور كانت هجمه الكابتن ابراهيم كتير جدا في الملعب وهو خارج، هجمته طبعا على القرارات الخاطئه اللي اثرت بشكل كبير جدا وضيعت مجهود كبير زي ما نظمنا في الاستوديو التحليلي وكابتننا الكبار قالت المجهود بيضيع في ثانيه في هفوه في حاجه بسيطه جدا، وكنا بنطالب ان احنا ناخد حقنا. بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم قبل المباراه، النادي الاهلي ياخد حقه، الانتاج الحربي ياخد حقه، لكن بنتمنى ان شاء الله المباراه القادمه تكون بنسبه كبيره جدا للنادي الاهلي يا كابتن سيد. سؤال يطرح نفسه في صورتين متناقضتين لابراهيم نور الدين، سؤال يطرح نفسه، اعرض الصورتين وعندي السؤال ولكم الاجابه. صورتين لنفس الحكم، لنفس الحكم بس الاثنين مختلفتين تماما. اتفضل يا سمير.